لا أدري لماذا كلما رأيت ساعة أو سمعت دقاتها أتذكر هذا الكيان الجميل. مفهوم الزمن ارتبط منذ الطفولة باللونين الأحمر والأبيض وصقر يحلق عالياً. الحديث عن نادي العربي أشبه بحديث عن الزمن. إبراهيم خلفان، الله، إبراهيم خلفان، كرة حلوة بعد مرور 7 دقائق. تختلط به المشاعر والأحاسيس، حلو ومر جميل ودون ذلك، لكن روعة الكيان لا تلخصها إلا كلمة واحدة: الأحلام. ولكل حلم بداية. كان الاندماج في سنة 1972 بين نادي التحرير والنادي الوحدة، وكلا الفريقين من الأندية العريقة كانت في قطر. بعدها طلبوا منا اختيار نادي للدمج معاه على أساس كانت الأندية متفرقة وكثيرة، فقالوا خلينا ندمج هذه الأندية على أساس نطلع باتحاد جيد يخدم الرياضة ويخدم الشباب في المجتمع القطري. كان لهذا الاندماج بناء على رغبة رعاية الشباب. الناديين قريبين في الشبه. أولاً أن كانوا الناديين خلاصة بيئة اجتماعية متوسطة في الوسط الرياضي. بالفعل إحنا في إدارة نادي الوحدة بحثنا عن نادي يكملنا، لأن إحنا كنا شباب الدوحة من منطقة البدع إلى براحة الجفيري، فكان اللي كملنا هم نادي التحرير. النادي الوحدة بعد ما اندمج، العجيبة أنه يعني أصبح يحوي على كثير من الكؤوس ومن الدروع، لأنه ناديين عريقين. التحرير كان لونه يشتمل على 3 ألوان، كان الأحمر والأبيض والأسود، والوحدة كان لونين، الأحمر والأبيض. في يوم من الأيام شفت أخوي فرج دهان فنان تشكيلي، كان يرسم رسمة في البيت، وبعدها فترة شفت هذه اللوحة على النادي العربي، كان يرسم شعار النادي العربي. تصميم شعار النادي العربي طلع من بيتنا. الزمن كان غير الزمن، والرجال أيضا كانوا غير الرجال. ضيق ذات اليد لم يمنع الأفق من الامتداد ليسعى أحلام جيل ضحى بالغالي والنفيس ليكون العربي. عزيمة الإخوان في أول تشكيل إداري لنا في نادي العربي أن كانوا مندفعين. إحنا لا نقول تضحيات ولكن نقول هذا واجب قدمناه. كنا نحتاج إلى ماديات. الماديات ذيك الأيام ما كانت، يعني ما لأن الأندية كانت أيام زمان ما كانت محترفة، ما كان يعني اللاعبين محترفين، كان اللاعبين هو، فكان المقريات بسيطة. كنا نعطي اللاعبين مبالغ زهيدة. من ضمن الأشياء اللي واجهتنا الصعوبة جدا على ما أتذكر أن كانت موازنة النادي. لا يمكن يعني ان اليد الواحدة تصفق، لابد من تكاتف الجميع. طبعا بالنسبة لي كرئيس للنادي كان لي عون كبير اللي هو اعضاء مجلس الادارة، كان لي عون كبير مدراء الكرة بالنسبة للمراحل المختلفة او الفئات السنية والفريق الاول، القائمين بالعمل الاداري. كان النادي العربي يتمتع بان جمهوره أو مريديه كانوا بمثابة الإداريين. هي مو بصعبة،
هي كانت أيام حلوة، كنا إحنا اللي نروح حق الكورة، مو بالكورة تنادينا، إحنا اللي نحب العشق ونحب إن نلعب، نحب إحنا كلنا كنا جروب واحد. يعني مثلا تكرمون الحذاء يتم عليك طول الموسم، واللي خلاني أحب هذا نادي تضحيات اللي كانوا قبلي مثل سلطان السويدي، عبد الله المال، مجب الهتمي، الإداريين إحنا كنا نشوفهم يعني يضحون بالنادي، فشيء طبيعي أنهم يكونون لك قدوة. فكانوا كثير من الإداريين والمسؤولين لديهم صبر كبير في إدارة النادي. ناصر إبراهيم يحصلها ويلعب كرة للأمام طويلة تنقطع، تهيل إبراهيم خلفان يشوت، جول، جول العربي، جول العربي على طول، كرة ملعوبة. يعني هي الميزة بأن لا توجد إمكانيات في ذاك الوقت، وأنا أقصد هنا الإمكانيات المادية، لأن لو كانت متوفرة لربما لا تسعفنا بأن احنا ننتج شيء أو نخلص بشكل كبير أو نضحي حتى بشكل كبير. فكنا جواعة كرة قدم، ليست جواعة في المعيشة الحياتية ولكن جواعة كرة قدم. حب النادي في ذاك الوقت، يعني احنا كنا نفضل يعني نعيش في النادي، كنا أكثر من ما نعيش حتى في بيوتنا، فكان في انتماء كبير وايد، في تضحيات كثيرة يعني صارت عندنا احنا في أتذكر عندنا مباراة وعندي وعندنا لاعب من ضمن اللعيبة ربيع عيد اسمه، أم الله يرحمها توفت، فجي يلعب المباراة، خلص الدفان جي يلعب المباراة وبعدين كمل العزاء. أنا أذكر مع المنتخب خشمي كسر في الشوط الأول أول ثلث ساعة، وبقيت في الملعب يحاولون يطلعوني يقولون لي اطلع، أقول لهم مش طالع، حطوا لي زي يعني الشاش هنا داخل، وقف الدم وبقيت ألعب لآخر المباراة. بعد المباراة اتضح أن أنا عندي كسر في الخشم. أرسلت لي بعثة أنا في 72 أو إلى الأمم المتحدة، هناك في ذاك الوقت لم تكن هناك التلفونات المباشرة ولم تكن هناك تلفزيونات في ذاك الوقت، ويعني مختصرة كانت عبارة عن أن إحنا نتصل بذاك الوقت البدالة ونطلب منها أن تحولنا على يعني النادي أو الأعضاء في النادي. كان عبد الله المال في ذاك الوقت موجود، الشباب كانوا كثيرين، فكانوا يعطونا نتيجة المباراة فقط أن إحنا اليوم قلبنا واليوم، وكان يعني هذا الكلام يسعدني وأنا في الخارج. العربي لم يكن النادي بل كان العائلة، والانتماء هو كلمة السر فيها، والوفاء دم يسري في العروق، وأن تكون عرباويا قدر يصيبك فتصير مجنونا بحب الفريق. النادي العربي بدأت فيه من مرحلة الناشئين أثناء ما كان عمري في وقتها 15 سنة، وبعد تخرجي من الجامعة باشرت العمل الإداري في النادي العربي، وتوليت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في أثناء تولي الأخ سلطان بن خالد السويدي رئاسة النادي العربي في عام 79. طبعا في عام 79 وبعد أن تم تكليف سلطان بن خالد السويدي بتولي رئاسة اتحاد كرة القدم القطري، كنت في ذلك الوقت نائبا للرئيس، وتلقائيا الجمعية التأسيسية للنادي العربي تم اختياري بالإجماع لتولي رئاسة النادي خلفا للأخ سلطان بن خالد السويدي. بداياتي مع الكرة لم تكن في العربي بل كانت في منطقة في فريج اللي احنا كنا فيه خليفات في شرق، وكانت عندنا فرق شعبية ونظمها احنا او كونها من خلال الفرجان، ونلعب مع المناطق اللي حوالينا مغولينا والهتمي ايضا مناطق مجاورة الى خليفات. علاقتي بالنادي ابتدت مش بنادي العربي، بنادي الوحدة، كنا احنا ساكنين في فريج الاحمد، وكان نادي العربي حاليا يعتبر خلف بنك الدوحة موجود يعني.
كان لي الأهل هناك موجودين، عيال عمي كلهم موجودين في نادي الوحدة. في ذاك الوقت كانوا في كشافين من العربي ويبحثون عن المواهب في هذه الفرجان من خلال هذه الفرق التي كانت حاضرة، فتم الاختيار أو اختياري من قبل الكشافين، فما حصلت فرصة أن أنا ألعب في فريق القدم، فاتجهت إلى كرة اليد. نادي الأهلي كان قريب، هو اللي في منطقة الدوحة الجديدة. فعلا لبست وخد جوازي وياي وتمرنت تمرين واحد في نادي الأهلي، ومن بعدها سمع نسيبي اللي هو حسن علي الصلاة، فتفاجأ قال شلون تروح نادي الأهلي وجماعتك كلهم موجودين في نادي العربي ذاك الوقت. قلنا إن شاء الله نروح نادي العربي، حولنا إلى نادي العربي. وإحنا كنا دائما يعني في الفرجان نبدأ، وفي نفس الوقت نترفع للأندية. في الأندية طبعا ما حد يعطيك فلوس، يعني أنا أذكر أول ما إحنا اشتركنا في نادي الوحدة يعني إحنا اللي ندفع الاشتراك، يعني إحنا ندفع اشتراك حق النادي مش النادي اللي يعطينا. وكنا نلعب المباريات مع الدوري المدارس، كانت موجودة هذه، كانت في السابق كثيرة محببة يعني، ولها لها شعبية زينة يعني في المدارس. زمان كان في كشافين يسمونهم الكشافين، يعني أنا واحد من الناس اللي جابوني بالطريقة هذه. بعدين لما أنا شوية صرت في النادي في العربي، أنا جبت كم اللاعب بعد يعني من ضمن الشسمة، يعني مب تقول بعضهم من الفرجان وبعضهم اصلا انا اعرفهم يعني حتى معانا في المدرسه لاعبين كويسين. يعني من ضمنهم واحد منهم عبد الله سعد. عبد الله سعد ما كان بيلعب في النادي، كان بيروح الوكره. مر علي الكابتن مايد الصايغ وقال لي تعال انا ابغيك، وخذني معاه في السياره وتم يدورني. بدا يقنعني ان انا اسجل في العربي، لان انا جات مره خلاص يعني قفلت ان ما راح اسجل في العربي. وفعلا وداني سيد النادي في نفس الليله ووقعت، وبعدين رجعت ورجعني مره ثانيه الحي او الفريج. في ذي اللحظه مال الوكره جايين، كان اداري مع ناصر ادهام، قال له تعال وقع. قلت لهم لا انا خلاص وقعت في العربي الحين. كنا احنا اصغر سنا انا ومبارك مصطفى، وكان لما نعمل الفريق نلعب مع فريق اخر هو اللي من فريق ثاني نسميه، يقع علي طبعا اصغر واحد ان انا حارس مرمى، وانا ما كنت معرف الحراسه يعني. اولا هي الفكره جات طبعا ان احنا وجودنا يوميا كنا نلعب في نادي العربي، المبنى هو نفسه. بعدها قالوا لنا في تمرين حق الفئات السنية العمرية الصغيرة، طبعا اتجهت للنادي، ان التمرين كان في خليج العربي، مدرسة خليج العربي، وغريب من النادي وغريب نفس الوقت من البيت. اتجهت للمرحلة هذه الفئات السنية، كان في مدرب برازيلي قديم يعني ما يحضرني اسمه في الوقت الحالي. أخوي الكبير الله يرحمه ويغفر له إبراهيم خليل كان يلعب في الوكرة، وكنت أنا يعني كنت أميل للوكرة بحكم أخوي الكبير، وكنت يعني متولع في اللاعب اسمه كان حسن القاضي ساعته، هو نجم محترمة وموجود الله يعطيه طول العمر. إضافة على ذلك كان خوالي كلهم في نادي قطر، جاسم عيسى المهندي، إبراهيم الرميحي في نادي قطر، فكان متوزعين. جت فترة كنت بعد حبيت نادي قطر، لكن بدايتي هي لنادي العربي. من بعدها طبعاً كان هناك سعد المجلي وخليفة بشاية ذاك الوقت، واستمرينا مع النادي العربي مع أصدقائنا لين وصلنا الفريق الأول من بعدها للمنتخبات. كنت صغير ومع ذلك كنت أتمرن مع ناس أكبر مني، فأستاذ جابر الدول الله يرحمه قال لي محمد أنت لما زلت صغير يعني عنهم، فالموسم الجاي تعال علشان نسجلك. فرحت الموسم اللي بعد ما سجلني قال لي لحد الآن أنت جسمك صغير، فكنت أنا أقول لك يعني أنت لو تشوف يعني جسمي وأنا صغير ممكن تكون عود كبريت محروق، هذا جسم محمد إدهام وهو صغير. فكان الفارق الجسماني بيني وبين اللعيبة الآخرين كبير جدا. في موسم 76
لعبت في النادي العربي. الحلم فاكهة حلوة لا يمكن قطافها إلا عندما يحين موسمها، وأول الأحلام تحققت موسم 78 عندما توج العربي بأول ألقابه، وكانت بالمسابقة الأغلى كأس سمو الأمير لتتوالى بعدها النجاحات. في النادي العربي أنا صرت كابتن من سنة حوالي 75-76 صرت الكابتن، ومن أيامها يعني وإحنا على يدي أنا طبعاً جات البطولات، بداية البطولات يعني مثل كأس الأمير، الدوري، كأس الشيخ جاسم، كأس الاتحاد، يعني هذه البطولات قامت تتوالى وأنا كابتن للفريق، يعني أول كابتن للفريق اللي حصل على البطولات. مع الفترة بدينا احنا خدنا كأس الأمير 78-79، خدنا بداية كأس الأمير، جابوا لنا مدرب برازيلي، كانت بداية المدربين البرازيليون في الدوحة. طبعا بطولة كأس سمو الأمير النادي العربي فاز بها عدة مرات، لكن كان بمثابة الأمل لكل من يتعلق بالنادي العربي إن النادي العربي يحصل على درع الدوري العام، فكانت أول بطولة للدوري العام هي اللي لها الوقع على كل محب للنادي العربي في ذلك الوقت، وهي اللي طبعا بعد إن استطاع النادي أن يتوج بالبطولة الأولى فك العقدة، واستطاع أن يتوج أيضا في السنوات اللاحقة لها بعدد من البطولات، وصل إلى حوالي 7 بطولات. يوسف يلعبها للأمام عند حارس المرمى أحمد خليل. للأمانة أنا أقول لك، وهذا أنا عشته في وقت وعايشته، كنا نروح نلعب مباريات نعرف إحنا بنفوز بعد الله سبحانه وتعالى، ولكن ما نعرف كم بنفوز. هذه حقيقة. الجمهور النادي العربي دائما، أنا واحد من الناس اللي كانت تصون فيني طبعا قبل المباراة، قالي المبارك ها كم النتيجة، ما يقول لك ها أنتوا فايزين ولا شلون الوضع، لا يعني على طول يقول لك كم النتيجة، اليوم كم بنفوز، 4-5 مباريات مع الفرق اللي احنا نقول ضعيفة نوعا ما. دائما احنا بينا بين 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 في غرفة الملابس نتكلم مع بينا بين كلاعبين، يجب هذه المباراة ما تزيد أكثر من الربع ساعة. شلون ما تزيد أكثر من الربع ساعة؟ يجب هاي في الربع ساعة يجب إن احنا نسجل أقل شيء 2-0، ويبدأ طبعا جمهورنا، الجمهور طبعا الله يذكرهم بالخير، يقول بدأت افتحت الجمعية. عندما كنت صغيرا كان هذا الملعب بالنسبة لي أشبه ببلاد العجائب، مكان له رهبة داخله مولود والخارج منه مفقود حتى يعود. على فكرة يعني العربي هو النادي يمكن الوحيد اللي 24 ساعة مفتوح. جمهور العربي مميز، وجمهور العربي مثقف، وجمهور العربي كان محب وإلى الآن محب. ليش تميز؟ ليش الحب؟ لأنه بني على ثقافة الفوز وعلى البطولات. النادي العربي كان يملك لاعبين ونجوم في الفريق، وكان معظم مثل جمهور الريان، مثل جمهور السد، بعض الأندية الجوهرية يجي حضر للمتعة، لمتعة هذا الفريق، والفريق كان فعلا كمجموعة فريق من أروع ما يمكن. اللعبة الكرة نحن صالح خلفان، صالح خلفان ماشي لعب على طول ناحية إبراهيم، الله 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 الله، عبد الرزاق. في زمن ما لم نكن نحضر لاستاد حمد الكبير لمتابعة مباريات في كرة القدم، بل كانت عروضا في فنون الكرة، سحرا يجعل مجالسنا تمتد ساعات طوالة. حديثها الأول والأخير العربي. يعني أنا أشوف ناس يعني نطلع من الملعب نركب الباص ونروح النادي، تشوف يعني جماهير يعني فرحانة، يعني إحنا نلعب حق هالناس هاي اللي تفرح، يعني العيايز، يعني ناس يعني
يعني والله ذكرتني بأيام يعني هاي يعني الاستقرار هو بصراحة سر النجاح. فمن سنة 76 لين تقريبا حوالي سنة 96 يعني حوالي تقريبا 20 سنة عشتم في النادي العربي الاستقرار كان موجود. إداريين يجيبون يعني لعيبة من خيرة اللعيبة. لما نجيب لاعب يعني احنا نحتاج له فعلا في نفس المركز وهو لاعب ممتاز يعني لاعب سوبر مش اي لاعب. تتهيأ لشيبو بسدد شيبو. لا في حاجة اقوى وهي محبتنا لنادينا كانت بلا شك هي قوية جدا. بلا شك مثل ما ذكرت قوة العناصر ايضا كانت حاضرة، ثقتنا بانفسنا كانت ايضا حاضرة، ولذلك كل هذه الامور اجتمعت في ان نعمل او نحقق انجاز يليق باسم العربي. العربي ليس مجرد نادي، العربي كان وما زال مذهبا في دنيا العشق. العربي كان وما زال حياتنا اليومية رغم كل شيء، أينما نرحل أو نرتحل العربي في القلب قصة وعلى اللسان أغنية. عامد الكورة يا عرباوي من جاريك، جمهورك بصوته يا الغالي يناديك، وحتى أطفال البلد صاروا يغنون اسمك عرباوي وساكن وسط العيون. شيء محزن أن يصل العربي إلى هذا المستوى، شيء يزعل أن نشوف العربي بهذا المستوى يصل إلى مصاف الدرجة الثانية في مباريات فاصلة ربما تكون في الدوري العام. أنا اليوم ما أبي النادي العربي يأخذ الدوري، أبغي أشوف النادي العربي يكون في المربع فقط في الوقت الحالي، يعني على الوضع اللي احنا نشوفه أنا أتمنى أنه يكون بس فقط في المربع، من بعدها كل حادث حديث. النادي العربي نادي عريق، نادي القرن معروف، يعني النادي العربي يجب أن يكون في نفس مصاف السد والريان وحتى الدحيل، يعني في نفس المصاف. يعني احنا في عز زعلنا لا نقسو على العربي، نزعل صح، وهذه حال كرة القدم، ولا بد أن تكون لنا أو عندنا روح رياضية نتقبل الهزيمة كما نتقبل الفوز، وكرة القدم فيها الفوز وفيها الخسارة وفيها التعادل، هذا وضع طبيعي. أعتقد لن تقف في وجه هذا النادي وهذا بهذا الشباب تقف أي عثرة في طريقه، وإن شاء الله أي سنة الحياة لابد فيها أن تعثر ولابد فيها يعني، لكن إن شاء الله الأمل بالله كبير والروح والثابة. أنا والله العظيم قلبي يعورني لما أن أشوف الفريق ينهزم، حتى والله لو فايز وباقي خمس دقائق أسكر التلفزيون أو أطلع برا ما أشوف خمس دقائق لأن فريقي فايز، وأتذكر أن الفريق الثاني بيجيب التعادل في أي لحظة. الله يا الله، إن لم تسجل وتؤمن فسيسجل في مرمى. أكيد أنكم تتساءلون من أكون. أنا فقط العرباوي علي المالكي. النادي العربي يمثل بالنسبة لي طبعا رمز أو الحياة اللي عشتها. طبعا العربي في نظري أنا موطني وروحي، في نفس اللحظة الشعار اللي اعتز به على الدوام. للعلم جميع أولادي وأحفادي كلهم منتسبين للنادي العربي.